تحتضن المدينة القديمة في صنعاء عاصمة اليمن قرابة 20 سوقاً شعبياً قديماً. في سوق الحب تباع الحبوب كالذرة والشعير والقمح، وهي جميعها تنتج محلياً، كما يعبق السوق بالتوابل والبهارات على مختلف أنواعها وألوانها. بعض الأسواق هنا يصل عمره إلى 2500 عام، وهي تشتهر بصناعات تقليدية كثيرة كصناعة الخنجر اليمني المشهور. الحرفيون هنا كمحمد علي صائغ الفضة ما زالوا متمسكين بمهن ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. إلى الأشياء الكثير من الصين وغيرها وغيرها، فبدأت الحرف حقنا تنقرض، فقمنا نحن الشباب بإعادتها وتأهيلها بأحدث الطرق الذي تمكن الشباب اليمني من استغلالها وعدم يعني انقراضها. هناك أعراف وقوانين متوارثة تنظم العلاقات بين التجار وبين الصناع في هذه الأسواق، ويحتكم إليها لحل أي خلاف ينشأ، وهي تنظم أيضاً عملية البيع والشراء. سوق صنعاء القديم محكوم بحيث أنه لا يدخل في هذا السوق إلا كل ما كانت صناعة يمنية 100% ومن إنتاج يعني يمني 100%. سوق صنعاء يعني عمل بحيث أنه تدخل إلى سوق صنعاء تجد حاجتك من وإلى في داخل السوق، وهو تماما ما يجذب سكان العاصمة وزوارها إلى هذه الأسواق القديمة. صنعاء القديمة طبعا ببساطتها وعبق تاريخها متوفرة فيها طبعا جميع المنتجات طبعا القديمة والحديثة. كل شيء لميزته، مثلا هذا سوق العسوب في حاجته كاملة، سوق الملح، سوق الحب، سوق الجنابي، مخصصة صنعاء القديم لجميع الأسواق، كل ما تحتاج موجود فيها. أسواق صنعاء القديم رخيصة جدا، أما هناك في الخارج يقول لك الباب 30-50 ألف، باب بنجي لنا هنا أحسن. أسواق صنعاء القديمة التي تمثل اليوم مركزا مهما للإنتاج الحرفي وتجارة المنتجات الزراعية اكتسبت في الماضي بعدا تجاريا هاما على المستوى الإقليمي والدولي.